بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن سيدنا محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشرف وكرم وبارك وعظم على آله وصحبه والتابعين وتابعين بإحسان إلى يوم الدين، بكل لمحة ونفس عدد ما يوسع علم الله. أما بعد، من كتاب فتح القريب المجيب في شرح ألفاظ التقريب للعلامة محمد بن قاسم الغزي، والتقريب للقاضي أبي شجاع في فقه السادة الشافعية رحمهم الله تعالى، ونفعنا الله بعلومهما وعلوم مشايخهما وقراء مصنفاتهما في الدارين آمين. كنا وقفنا على سنن الصلاة بعد الدخول فيها، هذا كان في شهر رجب، ثم أخذنا أجازة، وده أول مش واقفين احنا كده مظبوط؟ سنن الصلاة بعد الدخول فيها، لأن انتهينا من سنن الصلاة قبل الدخول فيها، وهي الأذان والإقامة. يعني سنن الصلاة قبل الدخول فيها أن تؤذن وتقيم. أما سنن الصلاة بعد الدخول فيها، يقول المصنف والشارح رحمهم الله تعالى: وسننها بعد الدخول فيها شيئان: التشهد الأول والقنوت في الصبح. هو الشافعية بيقسموا سنن الصلاة إلى أنواع، أبعاد وهيئات، أبعاد وهيئات. يبقى السنن عند الشافعية، سنن الصلاة تنقسم إلى أبعاد وهيئات. الأبعاد لو نسيتها تسجد للسهو، والهيئات لو نسيتها لا تسجد للسهو. يبقى التقسيم من حيث احتياجك لسجدة السهو، لسجود السهو لو نسيته، لكن هي كلها سنن. ليست كل السنن إن نسيتها تسجد لها للسهو، فالسنن التي لا تسجد لها للسهو بيسموها الشافعية هيئات، والسنن التي تسجد لها للسهو إن نسيتها يسموها أبعاد. والأبعاد اللي هي التشهد الأول والقنوط في صلاة الصبح بعد الرفع من الركوع في الركعة الثانية جهرا، وكذا في النصف الأخير من رمضان في الوتر. يبقى القنوط عند الشافعية في الفجر يوميا طول العام بعد الرفع من الركوع جهرا. والشافعي خد برواية صحيحة روى الإمام أحمد في مسنده وغير من أهل السنن، عن سيدنا أنس بن مالك قال: ما زال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقنط في الصبح حتى توفاه الله. فالشافعي قالوا إن ده آخر العهد، فأخذوا به وجعلوا القنوط في الصبح مستمر على طول السنة. ده رأي الشافعي. والقنوط في الصبح مشروع عند المالكية أيضا، إلا أنهم أخذوا برواية الإمام لسيدنا أنس بن مالك رواه الإمام البخاري أنه كان لما قنت شهرا يدعو على رعل وذكوان وعصية اللي هم حصل فيها قضية بئر معونة والقراء، فسئل أنس بن مالك كيف كان يقنط؟ قال: بعد القراءة وقبل الركوع. هذه الرواية صحيحة في البخاري، فأخذ بها المالكية وقالوا أن القنوط يكون قبل الركوع وبعد الانتهاء من القراءة من الركعة الثانية، وقالوا يكون سرا للإمام وللمأموم. هذا مذهب المالكية. ولو فاته يسجد للسهو أيضا عند المالكي، لكن الشافعية أخذوا برواية ثانية في البخاري أيضا لسيدنا أنس بن مالك قال: وكان يقنط بعد الرفع من الركوع في الركعة الثانية. فالبخاري في روايتين، أخذ المالكية بأحداها، والشافعية أخذوا بالرواية الثانية لترجحها على الأولى لأنها توافق روايات أخرى بأسانيد أخرى. أما الأحناف والحنابلة فعندهم القنوط في الوتر طول العام،
وليس عندهم قنوت في صلاة الصبح. هذا مذهب الأحناف والحنابلة، ليس عندهم قنوت في صلاة الصبح ولكن عندهم قنوت في الوتر طول العام. الشافعية عندهم قنوت في الوتر في النصف الأخير من رمضان فقط، يعني من أول ليلة 16 لرمضان الشافعية يقنطوا في الوتر إلى أن ينتهي رمضان، بجانب قنوت صلاة الصبح اليومي. التشهد الأول والجلوس له والصلاة على النبي فيه، ثلاث حاجات لو نسيت واحدة فيهم تسجد للسهو عند الشافعي. لو نسيت واحدة في الثلاثة دول تسجد للسهو. التشهد الأوسط يعني في الركعة الثانية في الصلاة اللي هي ثلاثية أو رباعية، ده اسمه التشهد الأوسط. يبقى يسن التشهد الأوسط في حال الجلوس قبل القيام للركعة الثالثة، ويسن أيضا أن تصلي على النبي فيه، يعني عند الشافعية لا ينتهي التشهد الأوسط بقولك أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله أو عبده ورسوله، ولكن لازم تقول اللهم صل على سيدنا محمد، كده انتهى التشهد الأوسط. تقول الله أكبر وتشتغل في الركعة الثالثة. لو قلت التشهد الأوسط وما قلتش اللهم صل على سيدنا محمد تسجد للسهو. خدت بالك؟ عشان تعرف بس ايه مذهب الشافعية ماشي ازاي. طبعا احنا عند باقي المذاهب لو ما صليتش على النبي في التشهد الأوسط ما يجراش حاجة ولا تسجد للسهو ولا حاجة، لأنه بينتهي بالشهادتين. لكن الشافعية عندهم لابد أن تجلس للتشهد الأوسط، ولابد أن تقرأ التشهد الأوسط في حال الجلوس، ولابد أن ينتهي التشهد الأوسط بالصلاة على النبي دون الآل. أما الصلاة على الآل ففي التشهد الأخير، سنة في التشهد الأخير قبل التسليم. لو جلست للتشهد الأوسط وسهيت وقرأت الفاتحة مكان التشهد، تحصل ساعات الواحد يبقى سرحان وتعبان فيلاقي نفسه قاعد بيقرا في التشهد الفاتحه ويقول الله اكبر وقف، وهو بيقول الله اكبر وبيقف افتكر ان هو كان بيقرا الفاتحه، يبقى عليه سجود سهو في الاخر بالرغم انه جلس لانه لم يقرا التشهد الاوسط حال الجلوس. واضح؟ يبقى لابد انك انت تقرا التشهد الاوسط حال الجلوس، فلو جلست ولم تقراه عليك سجود سهو. واضح؟ والصلاة صحيحة. والسجود السهو عند الشافعية يكون قبل التسليم مطلقا. والقنوت لصلاة الصبح أيضا، إن لم تقنط لصلاة الصبح نسيانا أو حتى تعمدا تسجد للسهو. ولو كنت مأموما خلف إمام لا يقنط، الشافعية يسجد للسهو، يتابع الإمام ولا يسلم مع الإمام، بل يسجد للسهو ثم يسلم. فإن لم يسجدوا للسهو وتبعوا الإمام إلى آخر الصلاة، الصلاة صحيحة. صلاة صحيحة، يعني افرض صليت خلف حنفي صلاة الصبح فلم يقنط وبعدين سلم وجيت أنت شافعي سلمت معاه ما يجراش حاجة، صلاتك صحيحة. لكن الأولى إنك تسجد للسهو وتسلم مراعاة لمذهبك. لو وجدت نفسك لو سجدت للسهو هتبقى مشكله، وانت دلوقتي الناس المصريين بقوا اكثر لماضه في المساجد وقعدوا يتلمضوا كتير، فدرءا لهذه المجادلات اللي بتحصل فما سجدتش للسهو فبها ونعم، لحد ما الناس تحترم الخلاف المذهبي، لان دلوقتي الناس بقت ايه لا تحترم الخلاف المذهبي، هم عايزين يبقى الدين مذهب واحد. طب اي مذهب؟ مذهبه هو بس، مذهب المخالف، فده ما ينفعش. طول عمر المسلمين مذاهب مختلفة ويحترموا مذاهب بعضهم البعض. درجة الإمام الشافعي لما صلى في بغداد في مسجد الإمام أبي حنيفة في صلاة الصبح قدموه إماما فلم يقنط بالرغم أن مذهبه يقنط، ولم يسجد للسهو، فسألوه عن ذلك فقال احتراما لهذا الإمام. فالاحترام كان وارد بين الأئمة الكبار، إنما بين المقلدين المتعصبين بيحصل بعض الخلافات، فنرجو ان احنا ايه نزيل هذه الخلافات.
فبيقول هنا ايه؟ وسننها بعد الدخول فيها شيئان، التشهد الاول والقنوط في الصبح، اي في الاعتدال الركعة الثانية منه، وهو لغة الدعاء، يعني معنى القنوط لغة الدعاء، وشرعا ذكر مخصوص وهو اللهم اهدني في من هديت وعافني في من عافيت، هذا الوارد عن النبي المشهور اللي كل الناس بيقولوه في صلاة الصبح في القنوط، وأيضا في الوتر بيقولوا نفس الدعاء. والقنوط في آخر الوتر في النصف الثاني من شهر رمضان، وهو كقنوط الصبح المتقدم في محله ولفظه، ولا تتعين كلمات القنوط السابقة، يعني مش شرط في كل قنوط ولا لما هديني في من هديت، ممكن تدعو بمطلق دعاء وتنهي الدعاء بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. فلو قنت بآية تتضمن دعاء وقصد القنوط حصلت سنة القنوط. القنوط المهم فيه انك تراعي الثناء على الله والدعاء لك وللمؤمنين والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في القنوط، عشان يبقى قنوط كامل. فلو جبت آية فيها ده كله بها ونعمت، زي ايه؟ ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا إنك رؤوف رحيم ده ثناء على الله. واغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بدعاء لك وللمؤمنين، وتنهي هذا بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. حلو قوي، يبقى قنوط جميل بآية واحدة وتنهي بالصلاة على النبي، لا بأس. لا تتعين ألفاظ القنوط اللي هي اللهم اهدنا في من هديت وعافنا في من عافيت. طبعا لما بتبقى قنوط جماعة وانت إمام بتقولها بلفظ الجماعة، لما بتكون منفرد بتقول اللهم اهدني في من هديت وعافني في من عافيت وتولني في من توليت إلى آخره. عند السؤال في القنوط لما تطلب خير بتبقى ايه؟ كفك للسماء اللي هي قبلة الدعاء، ولما تستعيذ بالله من شر تقوم ايه؟ تخلي ظهر كفك الى السماء. كويس؟ يعني مثلا ايه؟ قنا السوء، تروح قالب ايدك كده، اللهم قنا السوء، يعني حط عنا السوء. اللهم اغفر لنا، تطلب المغفرة يبقى ايدك لفوق. هذه هي السنة. يبقى عرفنا سنن الصلاة بعد الدخول فيها أولا اللي هم دول الشيئان، التشهد الأول والقنوط في الصبح. هيئات الصلاة هي سنن أيضا، لكن الفرق بينها وبين السابق أن هيئات الصلاة لا يسجد للسهو إن نسيتها أو تركتها عمدا، حتى يفوتك ثوابها بس، لكن السنن الأولانية لو نسيتها تسجد للسهو. أيوة. طيب فيما يتعلق مثلا ببعض مبالغ فيما يخرج احيانا، هل في مذهبهم كده؟ لكن هو ما ان فقه الرجل ان يتجوز الدعاء وان يدعو بايه؟ بالمجمل ولا يطيل، خصوصا ان كان في الجماعه والناس واقفه، ده من فقه الرجل. لكن شاع في هذا الزمان حب الإطالة في الدعاء لدرجة يقعدوا يبكوا الناس ويبكوا اللي ماشيين، وبرضهم بيبكوا الناس يمكن من كثرة طول الإقامة أكثر من التأثر. يعني بيبكي مثلا عشان ده كان عربيته صف تاني وخايف تاخد مخالفة، أو عشان رجله وجعته، أو علشان عايز يروح وأنا إيه اللي جابني هنا، أو أي حاجة من دي، واخد بالك إزاي؟ فهذه الطريقة دي بدعة ابتدعها جهلة الأئمة، وهي ترضي العوام. العوام بينبسطوا قوي منها، لكن العلماء ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار فيها كل حاجه. فيها كل حاجه. اللهم انك عفو كريم تحب فاعف عني وعن سائر المسلمين، فيها كل حاجه. واخد بالك؟ فلا داعي للاطاله. الشافعي عندهم ضابط ان فتره القنوت لا تزيد، لا تساوي ركن طويل. يعني لا تساوي مده القراءه. فإن زادت عن مدة القراءة بطلت الصلاة، لأنك أطلت ركن قصير مش ركن طويل، لأن الرفع من الركوع ركن قصير.
وحد القصر والطول. انا قريت قد ايه؟ انا قريت سورة الفاتحة وقريت ربع مثلا، خدوا مني 7 دقايق مثلا، يبقى القنوط بتاعي لا يتجاوز 7 دقايق. لو هطول مهما طول ما يزيدش عن 7 دقايق دي، فلو زاد عن 7 دقايق دي تبطل الصلاة. ده عند الشافعية، وعند غيرنا يكره، وقع في الكراهة. واضح؟ يبقى الإنسان اللي عنده فقه ما يطولش زيادة عن اللزوم. وإحنا صلينا وراء علماء كتير من العلماء الكبار الأكابر الأولياء كمان، مش علماء عاديين، علماء أولياء، كانوا لا يكثروا من الدعاء كثير. كان يقول الدعاء الوارد وصلى الله عليه سيدنا محمد ويرقى وخلاص. لكن حكاية الإطالة الزائدة دي جهل من الأئمة وأعجبت العوام. فبرجاء الأئمة اللي هنا اللي بيصلوا بالناس ما يمشوش خلف العوام، يدعي ويتجوز ويعلم الناس الأدب. عايز يطول في الدعاء بعد ما نسلم بقى هو يقعد قدامه الجامع فاضي، يقعد إن شاء الله بالليل يدعي، لكن ما يحبسش الناس خلفه. واضح؟ هيئات الصلاة. وهيئاتها أي الصلاة، وأراد بهيئاتها ما ليس ركنا فيها ولا بعضا. شفت بقى؟ بعضا أي الأبعاد، لأن السنن اللي فاتت سموها أبعاد. يبقى ما بيقول هيئات هي سنن، ليست بعضا وليست ركنا. الركن إذا نسيته ولم تأتي به بطلت الصلاة ولا يكبر بالسهو. والأبعاد لو نسيتها لا تأتيها طالما فات مكانها ويكبر بالسهو. والهيئات لو نسيتها لا سهو فيه، لا تسجد للسهو، والصلاة صحيحة. وهيئتها أي الصلاة، وأراد بهيئتها ما ليس ركنا فيها ولا بعضا يجبر بسجود السهو. 15 خصلة. أول حاجة رفع اليدين عند تكبيرة الإحرام. أول ما بتخش في تكبيرة الإحرام، تكبيرة الإحرام دي ركن، والنية ركن، والقيام مع القدرة ركن. كويس؟ فشوف أنت بتعمل كام ركن مع بعض، النية وتكبيرة الإحرام والقيام، 3 في لحظة واحدة. كويس؟ ومعاهم سنة، معاهم سنة وهي رفع اليدين. يبقى رفع اليد أثناء تكبيرة الإحرام دي سنة، ممكن تدخل الصلاة بلا رفع اليد، تقول الله أكبر وخلاص وتقرأ الفاتحة ماشي. لكن الأفضل ترفع يدك حذوة من كبيك مع تكبيرة الإحرام، وليس قبلها كما يحدث عند كثير من العوام. في بعض الأئمة يعمل كده، الله أكبر، والرفع جت بعدها، الرفع جت قبلها. كده غلط، ما عملش السنة. السنة إنك أنت تخلي الرفع مع تكبيرة الإحرام وينتهي مع راء أكبر. يعني هو الله أكبر، يبقى جاية موازي لتكبيرة الإحرام. لا يقول مثلا الله أكبر وبعدين يعمل كده بعدها، ولا يرفع كده وبعدين إيه بعد ما ينزل يقول الله أكبر. لا، لازم مع بعض عشان يبقى طابق السنة. يبقى رفع اليدين عند تكبيرة الإحرام إلى حذو منكبيه. وحذو المنكب صفة لكف الإيد، وشحمة الأذن صفة لأطراف الأصابع. لأن في بعض الأحاديث وردت بالأسانيد الصحيحة أن النبي كان يرفع يديه إلى شحمة أذنيه بيصف أطراف الأصابع. وفي أحاديث تانية وردت كان يرفع النبي يديه حذو منكبيه، بيصف الكف، كف الإيد حذو المنكبين، والأطراف الأصابع عند شحمة الأذن، في محاذاة شحمة الأذن. ولا يشترط أنك تلمسها يعني، في ناس بقى يقعدوا يلمسوها كده، لا ملهاش لازم، كفايه بالمسامته فقط. يبقى رفع اليدين عند تكبيره الاحرام الى حذو منكبيه. وفي مواضع اخرى لرفع اليدين، 4 مواضع الشافعي يرفعوا ايديهم في الصلاه. الاحناف ما يرفعوش ايديهم خالص، والمالكيه الا في تكبيره الاحرام فقط، ما عندهمش رفع تاني. بل عند الاحناف رفع الايد مكروه في غير تكبيرة الإحرام، عند الأحناف كده. وليهم ردود مع الشافعية ومناقشات يعني واشتباكات في الكتب جامدة، واخد بالك، على هذا الموضوع في كتب الفقه المقارن يعني.
لكن الخلاصة أنه ثبت عن النبي بالأحاديث الصحيحة ولكنها ليست متواترة، أن النبي كان يرفع يديه في أربع مواضع في الصلاة، يرفع يديه مع تكبيرة الإحرام، ويرفع يديه عند إرادة الركوع، ويرفع يديه عند الرفع من الركوع، ويرفع يديه عند القيام للركعة الثالثة بعد التشهد الأوسط. دي مواضع رفع اليد، والشافعية أخذوا بها وقالوا بها، وكذا الحنابلة في قول عندهم وفي قول زي الأحناف. يبقى دي مواضع رفع اليد، وهي من الهيئات يعني من السنن التي لو تركتها لا تسجد لسه. رفع اليدين عند تكبيرة الإحرام إلى حذو منكبيه، ورفع اليدين عند الركوع يعني عند إرادة الركوع برضه، وعند الرفع منه، ووضع اليمين على الشمال، دي حاجة تانية. أي طبعا هنا ما قالش إيه الموضع الرابع، ما قالوش، تلاقيه في الكتب بقى إيه المطولة لأن ده مختصر. يبقى عندنا الموضع الرابع اللي ما قالوش هنا، اللي هو عند القيام للركعة الثالثة بعد التشهد الأوسط، يرفع إيده كده. الحاجة الثانية بعد كده، وضع اليمين على الشمال ويكونان تحت صدره وفوق سرته، يضع يمسك اليمين، تمسك كوع اليسرى، تمسك كوع اليسرى، كوع اليسرى اللي هو مفصل الرسغ، لأن الكوع بلغة المصريين يطلق على المرفق. المصريين بيقولوا كلام غلط في العامية بتاعتهم، لما تيجي تقول للواحد مصري عامي فين كوعك، يشاور على المرفق، وهذا خطا، ده المرفق، انما الكوع اهو، الكوع اهو، هو ده، شايف الابهام، ينزل الابهام لعضله كبيره هنا يسموها المصريين كلوه الايد، بعد كده عند التقاء الكف من جهه الابهام مع الذراع الحته دي يسموها الكوع، كويس. عشان كده المصريين العوام يقول لك ايه، بشرب الميه من كعاني، يعني كده حط ايده كده يشرب من كوعه كده، واخد بالك، يقول سقاني المر من كعاني، يعني يبقى بيشرب من هنا، يبقى ده الكوع اللي بيشرب فيه، مش بيشرب من هنا، يبقى ده اسمه المرفق وده اسمه الكوع. الجماعه الجهله اللي بيقروا كتب الفقه من غير شيخ سمعوا ان النبي يضع يده اليمنى على كوع اليسرى، فراح مسك المرفق لأنه جاهل متصور إن ده الكوع، فيبقى علامة الجهل في الصلاة إنك تقف في الوقفة دي. كل اللي بيقفوا كده جهل، قروا من الكتاب وما سمعوش الشيخ، لأن النبي يضع يده اليمنى على كوع اليسرى، ولم يقل أحد أن النبي وضع يده على مرفق اليسرى، لم يحدث أبدا في أي وصف لصلاة النبي. طب والوضع ده إيه؟ صلاته صحيح لكنه مكروه، لكنه صلاته صحيح ولا يسجد للسهو، ليس فيه شيء، صلاة صحيح، لكن هي علامة لجهله فقط. يبقى أنت بتمسك إيدك اليمنى تضعها على كوع اليسرى، تمسكها كده، والمسبحة تبقى مفرودة بمحاذاة الإيه؟ بمحاذاة الذراع كده أهو، ودي ملفوفة كده ماسكة، وده كده، والإبهام ماسك، تحطها فين؟ أعلى السرة وأسفل الصدر. سيدنا الإمام علي كان يحب يحطها عند السرة أو تحت السرة، سيدنا علي بن أبي طالب لما يوصفوا صلاة سيدنا علي كان يعمل كده، يبقى ما يجراش حاجة. لكن الشافعية اختيارهم إنها تكون تحت الصدر وأعلى السرة، في الوسط أو إلى اليسار قليل، ما يضرش، يعني الوضع اللي يريحك. طب ولو ما حطيتهاش وسبت ايدك كده، ما يجرش، صلاتك صحيح لكن خالف السنه، فاتته السنه، اللي يسموها الاسبال، اسبال اليدين، وهو اختيار المالكيه، وان كان الامام مالك لم يختارها، لكن هم فهموها في المدونه خطا وشاعت في مذهب المالكيه، لان الامام مالك سئل عن وضع اليد اليمنى على اليسرى في الصلاه، اهو اعتماد؟ قال لا أعرفه، أي لا أعرفه اعتمادا،
ولا أعرفه، مش معناه لا أعرفه سنة، هما في ما لا أعرفه يعني في السنة. فقال لك يبقى ننزل يدينا كده. والإمام مالك بيجاوب على جهة تانية، وعشان كده العلماء المالكية كانوا يضعوا اليمنى على اليسرى، لأن فاهمين العلماء الكبار من المالكية كانوا يضعوا اليمنى على اليسرى، والمالكية نفسهم ردوا على بعضهم واليوم مؤلفات، لأن السنة في مذهب المالكية هو وضع اليمنى على اليسرى كالشافعية بالضبط، وبيردوا هم على بعضهم وليهم مؤلفات كثيرة في هذا الموضوع. يبقى وضع اليمين على الشمال ويكونان تحت صدره وفوق سرته، يعني بين السرة والصدر، هذه الحكاية بين السرة والصدر. ويكون وقت القراءة، يكون وقت القراءة، مفيش بقى حكاية بعد ما تقول سمع الله لمن حمده تعمل كده تاني، بيعملوا كده تاني، ما عرفش بيعملوا وجبوها منين، عشان الألباني قال كده في كتابه اللي هي صلاة النبي، صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، هو ليه كتاب الألباني صلاة النبي كأنك تراها. أدلة كلها ضعيفة والعمل على خلافها، لكن هم تملي طالما الناس ما بتعملش كده وورد بتاع يحبوا يخالفوا، دي طبيعة عندهم، عندهم شهوة المخالفة. فبرضه مش حكاية واردة انك انت ما تقول سمع الله لمن حمدة تروح حاطط ايدك كده تاني، دي بتمسكها كده حال الوقوف مدة طويلة حتى تحبس يدك فلا تعبث، هو ده الهدف، حبس اليد من العبث أثناء القراءة. القراءة بتقعد مدة طويلة بتقرأ، إنما أنت بتقول سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد فما تطولش، فمش محتاج تحبس إيدك، يعني ملاش حتى علة، واضح؟ يبقى الهدف أصلا من مسك الإيد هو حبسها من الحركة إيه بالعبث فترة القراءة الطويلة. يبقى وضع اليمين على الشمال ويكونان تحت صدري وفوق سرتي، بعد كده والتوجه، وهو دعاء التوجه، دعاء التوجه قول المصلي عقب التحرم، يعني عقب تكبيرة الإحرام، وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا مسلما وما أنا من المشركين، إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له بذلك أمرت وأنا من المسلمين. الآية بتقول أول المسلمين، لكن أنت بتقوله دعاء ما بتقولوش آية، بتقول وأنا من المسلمين، اللي يقول أول المسلمين ده النبي، لكن غير النبي يقول وأنا من المسلمين، كويس؟ لأنك أنت مش بتقول الآية. وفي أدعية أخرى للتوجه كثيرة غير هذا الدعاء، وعشان كده اكمنه ده أشهر الأدعية فسموه دعاء التوجه اللي فيه وجهك، لكن في أدعية كثيرة أخرى في المطولات مش مهم نقول لك عليها كتير دلوقتي عشان ما نطولش عليك، يعني ممكن تلجأ لها. وأكثرها تقول الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم، ويشغل في الفتح، يبقى عمل دعاء الاستفتاح، يعني أكثرها يعني. ولكن ممكن يقول سبحانك اللهم وبحمدك تبارك اسمك تعالى جدك ولا إله غيره، ويقول لا إله إلا الله ثلاثا، ويقول أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزي ونفثي ونفخي، وبعدين يبدأ في الفتح. طيب لو هو قال تكبيرة الإحرام الله أكبر وبعدين قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وشرع في الفاتحة، يبقى سقط وقت دعاء التوجه فلا يعود إليه، واضح؟ طالما تعوذ يبقى سقط وقته، لكن هو يقول قبل التعوذ، فإن تعوذ يشرع في الفاتحة، ما يعودش بقى يقول دعاء التوجه بعد التعوذ، واضح؟ لأنه فات وقت. ودعاء التوجه مطلوب في الركعة الأولى بعد تكبيرة الإحرام في كل الصلوات للإمام والمأموم والمنفرد، وفي صلاة الجنازة لا يوجد دعاء توجه، صلاة الجنازة ما فيهاش دعاء توجه، بتبدأ بأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يسقط دعاء التوجه متى؟ إن ضاق الوقت، إن ضاق الوقت، يعني أنا بصلي العصر والمغرب فاضل عليه دقيقتين، عايز اجيب ركعه من العصر قبل ما المغرب يدي عشان ادركه، فالوقت ضاق، يبقى اقول الله اكبر اعوذ بالله من الشيطان الرجيم الفاتحه بس، ومش مهم سوره كمان، واركع واجيب ركعه قبل ما المغرب تدي، عشان من ادرك من الركع من العصر ركعه قبل غروب الشمس فقد ادرك العصر. يبقى اذا ضاق الوقت سقط دعاء التوجه، ويسقط ايضا قراءه سوره بعد الفاتحه لادراك ركعه قبل فوات الوقت، وكذا
يسقط دعاء التوجه إذا كنت مسبوقا وخايف أنك أنت تنشغل في دعاء التوجه يوم يفوتك وقت قراءة الفاتحة والإمام يركع. فيبقى لو أنا دخلت الصلاة مسبوق وكانوا هم واقفين بيصلوا، فأنا لو قلت الله أكبر وقعدت أقول دعاء التوجه على ما خلصوا يقول الله أكبر ويركع، وأنا ما قريتش الفاتحة وأنا عندي الفاتحة ركن، فهمت؟ يبقى لو كنت مسبوق أنشغل على طول بقراءة الفاتحة ولا أنشغل بدعاء التوجه. طب لو انشغل بدعاء التوجه ولم يشرع في الفاتحة ثم ركع الإمام، وجب عليه أن يتابع الإمام وهذه الركعة لا تحسب، وبعدين الإمام ما يسلم يجيب ركعة لأنه لم يقرأ فيها الفاتحة. واضح؟ بالرغم أنه أدرك الركوع، ما هو لو أدرك الركوع مع الإمام أدرك الركعة. أيوة لو أدركه في الركوع لأنه غير مقصر، إنما هنا أدركه قائما وقصر فلم يقرأ الفاتحة فتسقط عنه الفاتحة الركعة كلها. واضح؟ دي كلها نقط دقيقة بتفوت على بعض المصلين تاخد بالك منها. يبقى متى يسقط دعاء التوجه؟ إذا ضاق الوقت وإذا كنت مسبوقا مخافة أن يركع الإمام قبل أن تقرأ الفاتحة، يبقى عليك أنك أنت تشرع على طول. والاستعاذة بعد دعاء التوجه بتستعيذ بالله وتحصل بكل لفظ يشتمل على التعوذ، يعني أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، أعوذ بالله السميع العليم الرحيم الغفور الشديد العقاب ذي الطول من الشيطان الرجيم، كل ده ينفع لكن ما تطولش، هي أشهر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وخلاص. وفي رواية عن النبي في دعاء التوجه أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفثه ونفخه، وبعدين يقرأ الفاتحة بعد كده بالبسملة ونفخ الشيطان اللي هو كبره، واخد بالك، ونفس الشيطان اللي هو السحر وهمزه اللي هو اللبس الجنون نوع من الجنون. فبتستعيذ بالله من الشيطان من هذه الثلاث، من همزه ونفسه ونفخه. بعد كده الجهر في موضعه، دي من السنن ايضا من الهيئات، الجهر في موضعه. والجهر في موضعه وهو الصبح وأولة المغرب، الركعتين الأولتين من المغرب، والعشاء والركعتين الأولتين من العشاء، والجمعة وركعتي الجمعة، وكذا العيدان. بس كده سكت عندك؟ طيب تقول بقى والتراويح، واخد بالك، تتقوف وتسجد، ونوافل الليل مطلقا يسن الجهر فيها، يبقى تزود دول لأن هنا بيختصر، يبقى هتزود. وصلاة خسوف القمر لأنها ليلية، إنما كسوف الشمس نهارية بتسر فيها الشافعية، يسر فيها الشافعية، يسر في كل الصلوات النهارية ويجار في كل الصلوات الليلية. واضح؟ عدا الجمعة والعيدين، عدا الجمعة والعيدين بس دول نهارية ويجهروا فيه، لكن غير كده أي صلاة نهارية، يعني احنا هنصلي الضحى جماعة مع بعض يجوز صلاة جماعة، يبقى سرا لان لو وقتها نهاري. واضح؟ ده عند الكل. لانها صلاة نهارية. طب افرض جهر في موضع الاصرار، صلاته صحيحة ولا سجود عليه للسهو. وافرض اصر في موضع الجهر، صلاته صحيحة ولا سجود للسهو، لان احنا قلنا دي من الهيئات، الجهر في موضعه والاصرار في موضعه دي من الهيئات. فلو جه في صلاة الظهر جهر ما بطلتش صلاة ولا حاجة، بس نقول له ما تعملش كده تاني والصلاة صحيحة وما يسجدش للسهو. ولو جه في صلاة العشاء ناسي أسر، سيبه يسر وانت اقرأ قراءتك وخلص الصلاة، وبعد كده أقول له ابقى أجهر يا عم الشيخ المرة الجاية، ولا سجود للسهو ولا نتخانق معاه ولا نزعل، الصلاة صحيحة ما فيهاش مشكلة. واضح؟ لا طبعا الجهر للإمام والمنفرد، المأموم ما بيجهرش مطلقا، المنفرد يجهر. الإصرار أنه يسمع نفسه ويحرك لسانه مش يجري القراءة على قلبه وإلا بطلت صلاته، يعني ما يقفش ساكت كده أهو ويجري الفاتحة على قلبه ويقول أنا صليت كده ما صلاش صلاته بطلت، إلا لو أصيب بعقب في لسانه جاله جلطة ولا حاجة، يبقى يجري الفاتحة على قلبه لأنه مريض
إنما لو إنسان سليم لابد أن يحرك، لأن القراءة النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لا صلاة لمن لم يقرأ بأم الكتاب، والقراءة في لغة العرب هو تحريك اللسان والشفتين مع إسماع النفس. واضح؟ لو صلى الصبح بعد طلوع الشمس يسر، ولو صلى العشاء بعد طلوع الشمس يسر، ولو قضى الظهر بعد العشاء يجهر. أيوة الشافعية كده، عايز تبقى شافعي تمشي كده. يبقى العبرة بوقت الأداء لا بمسمى الصلاة، العبرة عند الشافعية بوقت أداء الصلاة لا بمسمى الصلاة. يعني أنا هصلي الصبح، نسيت أن أنا صليت الصبح النهاردة، نسيت وافتكرت وأنا بصلي الظهر أن أنا نسيت أصلي الصبح، كويس؟ أقوم أصلي الصبح إصرارا. ليه؟ لأن أنا بصلي في عز النهار. واضح؟ طيب أنا جيت صليت العشاء الوقتي وبعدين افتكرت أن أنا كنت في شغلي طول النهار ونسيت أصلي الظهر، تصورت أني صليته وأنا ما صليتوش، فتذكرت بعد ما أصلي العشاء أقوم أجيب الظهر وأجهر في الركعتين الأولانيين، لأن أنا بقضي الظهر إمتى؟ في الليل. واخد بالك؟ يبقى العبرة بوقت الأداء لا بمسمى الصلاة. فهمت بقى المسألة؟ أيوة اتفضل. أول ركعة، لا في كل ركعة الاستعادة بعد قراءة، قبل قراءة الفاتحة في كل ركعة، هذا هو الراجح. وفي وجه يقول لك في الركعة الأولى دون باقي الركعات، ده مرجوح وليس عليه الفتوى. أيوة في الجهرية يجهر بالبسملة، يعني الاستعاذة تكون سرا، لا يجهر بالاستعاذة، يجهر بالبسملة. أنت الشافعي لابد أن يقرأ الفاتحة بالصمت بين القراءة، الإمام بين الفاتحة وبين السورة، غالبا الإمام بين الفتحة وبين السورة بيسكت شوية، لو ما سكتش تقرأ أنت الفاتحة برضه، واخد بالك؟ ولك أن تقرأها معه، يعني هو بيقول بسم الله الرحمن الرحيم ويسكت يبلع ريقه، لحظة دي تقول أنت بسم الله الرحمن الرحيم، يعني يقول الحمد لله رب العالمين ويبلع ريقه، في اللحظة دي تقول الحمد لله رب العالمين، واخد بالك؟ يبقى خلص هو الفتح الإمام وأنا خلصت مع الفتحة بتاعتي. ها؟ لو سبقته ما يضرش، لكن الأفضل إنك أنت تأخر عن الإمام لحظة، فافرض إن أنا بأخر، لأن الإمام إنما جعل الإمام ليؤتم به، فالأحسن يبقى الإمام سبقك، ما تسويهوش، لأن ده مكروه، فما تعملش المكروه، واخد بالك؟ فأنت أحسن في فترة صمته تقول الآية. طب هنيجي في الآية الأخيرة ويقول ولا الضالين وأنا ما كملتهاش، أبطل قرايته وأقول آمين وأكمل. فآمين لا تقطع الموالاة. آمين لا تقطع الموالاة. لكن آخذ أنا حظي من آمين خلف الإمام، لأن من وافق تأمينه تأمين الإمام والملائكة غفر له ما تقدم من ذنب. فهمت؟ يعني افرض ان انا بقول مثلا ايه غير المغضوب عليهم، وكان الامام بيقول ايه ولا الضالين، اقطع قرايتي واقول امين مع المصلين، وبعد ما اخلص مع المصلين اقول ايه غير المغضوب عليهم ولا الضالين امين، ابني على ما سبق. واضح؟ فيبقى امين لا تقطع الموالاه، وكذا لو اعتصت وقلت الحمد لله لا تقطع الموالاه. لو دخلت ولقيت الإمام خلص الفاتحة وبيقرأ لازم تقرأ الفاتحة. الفاتحة عند الشافعية ركن أساسي للإمام والمأموم والمنفرد. ولو ما قراهاش ما تتحسبش ركعة. لو أدركهم في الركوع بس للمسبوق في الركعة اللي هو الأولانية دي. لكن افرض أنا في الثانية، أنا واقف مع الإمام في الثانية وماشي حلو قوي، بس أنا من تعبي لقيت نفسي بقرأ التشهد. ما بقراش الفتح. بتحصل، انا بتحصل معايا شخصيا ساعات، يبقى مر عليا يوم ما نمتش وشغلت طول النهار الاقي نفسي وانا واقف اظبط نفسي كده ان انا قاعد اقرا التشهد وانا المفروض اقرا الفتح. فهمت؟ فافرض ان انا حصل لي الحكايه دي، اروح قاطع التشهد اوقف واقول الفتح. طب افرض ان انا مأموم التوقيت مش في ايدي، الامام هيقول الله اكبر ويركع، فمش هعرف أتابع الإمام والركعة دي ما اتحسبتش، وأما يسلم أقوم أجيب ركعة، لأني ما قريتش الفاتحة. واضح؟ فهمت بقى المسألة؟ ها؟
لا ما يجراش حاجة، يعني لو هو أسر في جهرية أو جهر في سرية تتابع الإمام، وحتى مش مهم تنبهه كمان، لأن أنت ممكن تقول له سبحان الله ما يفهمش. الأفضل تتابعه وما تقولوش حاجة، وبعد الصلاة تبقى تنبهه. يبقى والجهر في موضعه والإصرار في موضعه. والإسراف في موضعه في بقية الصلوات بقى اللي احنا ما قلناهاش دي معروفة. والتأمين كل دي سنن، أي قول آمين عقب الفاتحة لقارئها في صلاة وغيرها، يعني حتى في غير الصلاة برضه تقول آمين، احنا بنقرأ الفاتحة دلوقتي قبل الدرس نقول برضه آمين، وفي الصلاة نقول برضه آمين، وآمين بمد البدن آمين، يقول آمين يخض الناس كده طالع موضة اليمن، معرفش بيطلعوا الموضة دي كل مرة شوية يطلعوا لك موضة، تلاقي الإمام كده أمين. طب ما احنا طول عمرنا من قبل ما نتولد وآبائنا يقول لك أمين مستريحة كده بمد البدن، ومد البدن حركتين مثلا أمين، زي آتيناه زي آتاه وآمنوا، أما تبقى الهمزة على السطر بيسموه مد بدن، واخد بالك ازاي؟ مد البدل عند الورش في قراءة ورش ممكن يبقى حركتين واربعة وستة كمان في قراءة ورش، فوارد يعني متواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم. فيبقى حكاية ايه الموضة اللي بيطلعها بعض الأئمة كده والناس تقلد على اعتقاد ان اللي قبل كده كله غلط وده يا دوب اكتشف الصح النهاردة، عايزين نبطل الحكاية دي، لأن آبائنا وأجدادنا كانوا ماشيين على الصح، واللي بيخالفهم لعلمك هو اللي بيطلع غلط. تمام، لما تخالف الناس على ما اعتادوه هتدور تلاقي المخالف هو اللي غلطان، لان الناس خدت الصلاه دي، اصل احنا الصلاه دي بنكررها كل يوم 5 مرات من يوم ما بنتولد لحد ما بنموت، يعني حاجه ما بتخفاش، فهمت؟ فاحنا طول عمرنا شايفين الناس في ارياف وفي الصحارى وفي المدن وفي كل حته بيقولوا امين، يجي لك بعد كده واحد يقول امين، اصل هنا مش موضع مد. يا سلام، يعني انت اللي اكتشفتها بتنقب عن البترول فوجدتها كده في السكه، يعني نبطل الحكايه دي. وبعدين مثلا يعني هي امين تقولها مستريحه كده، لان العلم يقول امين دليل جهل، فنبطل حكايه الجهل. ايه؟ لا ده من وافق تامين وتامين الامام والملائكه، فالامام يقولها والماموم يقولها معاه والملائكه بتقولها معاكم، يقوم ايه يغفر لك ما تقدم من ذنبك. عند الشافعية يجهر الإمام والمأموم بآمين، وعند الأحناف يسر المأمومين بآمين والإمام اللي يجهر بآمين بس، واخد بالك؟ ده عند الأحناف. فلما تصلي مع أحناف تلاقي الإمام هو بس اللي بيقول آمين والباقيين بيقولوا سرا آمين، لكن الشافعية عندهم الجهر بآمين للإمام والمأموم، وده المشهور في المصريين، تصلي في أي مسجد تلاقي المصريين يعني إيه يقول لك آمين بصوت مسموع، ما فيهاش مشكلة. والتأمين أي قول آمين عقب الفاتحة لقارئها في صلاة وغيرها، ولكن في الصلاة آكد، ويؤمن المأموم مع تأميم إمامه ويجهر به. كويس؟ كل دي خاصة بالمذهب الشافعي. حتة ويجهر به المأموم دي خلافا للأحناف. وقراءة السورة بعد الفاتحة، دي برضو من السنن، إن نقرأ بعد الفاتحة سورة. من السنن اللي هي الهيئات. طب انا لو اكتفيت بالفاتحه وما قريتش سوره الصلاه صحيح ولا تسجد للسهو عند الشافعي، ولكن عند المالكيه عندهم وجه انك تسجد للسهو. طب ومتى لا اقرا السوره ويكون من الفقه عدم قراءه السوره؟ لو بصلي تحيه مسجد وقت خطبه الجمعه، يعني دخلت والخطيب بيخطب الجمعه وانا هصلي تحيه مسجد، يبقى اتجوز في ايه؟ اتجوز في ايه يعني اقرا الفاتحه بس واركع اعمل الاركان عشان انصت للخطبه. ومتى ايضا اترك السوره؟ لو ضاق الوقت، ما اقعدش انا اقرا الفاتحه والسوره والاقي الاذان بتاع الصلاه اللي بعدها اذن وانا ما ادركتش ركعه من الصلاه اللي بصليها. واضح؟ يبقى احيانا يكون ترك السوره بعد الفاتحه هو الفقه. واضح؟ وقراءة السورة بعد الفاتحة لإمام ومنفرد، يعني المأموم ما بيقراش السورة بعد الفتح، واضح؟ لأنه بينصت للإمام في الوقت ده.
لكن المأموم يقرأ سورة بعد الفتحة في السرية، يعني في صلاة الظهر دي سرية، أقرأ الفتحة والسورة على ما الإمام يركع أكون ركعت معاه، فهمت؟ يبقى وقراءة السورة بعد الفاتحة لإمام ومنفرد في ركعتي الصبح وأولتي غيرهما غيرها، وتكون قراءة السورة بعد الفاتحة، فلو قدم السورة عليها لم تحسب. افرض أنت برضو ناسي زي حالاتي كده، قلت الله أكبر وبدأت تقرأ في السورة مش الفاتحة، أي سورة، وتذكرت أنك ما قريتش الفاتحة، تقوم توقف القراية وتقول الفاتحة، واللي قريته الوقت ده ما يتحسبش سورة، يتحسب تلاوة تاخد ثوابها، بس ما تحسبش سنة سورة بعد الفاتحة، تقوم تجيب بعد الفاتحة سورة، ولا تكتفي تقول ما يجراش حاجة، أنا جبت كده وبعدين هم بقى الملائكة مش بتأيد العمل ترتبها لي هي بقى براحتها. قلت لي دي مكان دي، لا، فهمت؟ لا ما يسجدش للسهو، أصلا لو نسي السورة ما قراهاش ما تسجدش، ولو تعمد عدم قراءتها لا يسجد للسهو، إحنا قلنا كل الهيئات دي لا سجود للسهو. وقراءة السورة بعد الفاتحة والتكبيرات عند الخفض للركوع والسجود والرفع، أي رفع الصلب من السجود إلى القيام. هو كتب هنا والتكبيرات والرفع الصلب من الركوع، عندك هنا عند الخفض للركوع. طب واقرا بعد كده، طب وانت ما بترفع صلبك من الركوع بتقول سمع الله لمن حمده كده برضه، هي فيها خطا هنا عايز يراجع حقه، يقول والرفع ايه رفع، طيب والرفع اي رفع الصلب من الركوع قول سمع الله لمن حمده عند الرفع، يبقى فيها خلط، الجمله دي عايزه تنضبط فتراجع بقى في الاصول، لان انا عندي برضو النسخه بتاعتي فيها خطا في الحته دي عايزه تتراجع عشان تضبط العباره. لكن التكبيرات الانتقاليه معروفه، وهي بتكبر للركوع وتكبر للهوي للسجود وتكبر للرفع من السجده الاولى وللسجده الثانيه تكبيره، ولايه للرفع من الثانيه للركعه من التكبيره الثانيه للركعه الاولى، وايضا تكبيره بعد التشهد الاوسط لبدء ايه الركعه الثالثه، فدي معروفه تكبيرات الانتقال، وكذا لسجود لسجود التلاوه والرفع منه في تكبيرات، لسجود التلاوه والرفع منه في تكبيرات، يعني انا بقرا ايه فيها سوره فيها ايه سجده فبقول الله اكبر واسجد، بقول الله اكبر وارفع، كل ده يسن فيها هذه الاشياء. لكن الرفع بقى من الركوع بتقول سمع الله لمن حمده، ده ذكر الرفع سمع الله لمن حمده، واما بتقف تقول ربنا ولك الحمد، يبقى ذكر الايه الانتصاب بعد الركوع سمع ربنا ولك الحمد، وحال الرفع تقول سمع الله لمن حمده للامام والمأموم، الإمام والمأموم، خلافا للأحناف عندهم الإمام هو اللي يقول سمع الله لمن حمده، والمأموم يقول ربنا ولك الحمد بالواو أو لك الحمد بغير واو، الاثنين واردين، يعني ربنا لك الحمد، في رواية برضه ربنا ولك الحمد بالواو، والاثنين واردين صح، واختيار الشافعية بالواو أفضل. عند الشافعية كده المأموم يقول سمع الله لمن، لأن أصل سمع الله لمن حمده دي ذكر الرفع، وربنا ولك الحمد دي ذكر الانتصاب، واخد بالك فكل حاجة ليها الذكر بتاعها. عشان كده لما بيبقى في مبلغ، المبلغ يقول لك ربنا ولك الحمد، مش كده برضو المبلغ ده مذهب الأحناف، ده مبلغ حنفي، عارف لو مبلغ شافعي يقول سمع الله لمن حمده زي الامام بالظبط، واضح؟ انما لما بيقول ربنا ولك الحمد، لان مذهب الاحناف كان منتشر زمان والناس بتعمل التبليغ على ما اشتهر عندهم، لكن من حيث المذهب فالمبلغ يقول برضه سمع الله لمن حمده عند الشافعيه زي ما الامام بيقول سمع الله لمن حمده. وقول سمع الله لمن حمده حين يرفع رأسه من الركوع، ولو قال حمد الله سمع من حمد الله سمع له كفى، يعني جاب ركبها بطريقة تانية لكن نفس المعنى،
طبعا ما حدش بيقول كده، لكن هم الفقهاء بيحبوا يعني يقول لك ان ايه، لا يشترط اللفظ بالذات بترتيبه يعني، لانها ليست قرانيه يعني، فهمت ازاي؟ فالفقيه عايز يقول لك كده. لكن ما حدش بيقول طبعا الا سمع الله لمن حمده. ومعنى سمع الله لمن حمده يعني تقبل الله منه حمده، يبقى سمع الله يعني تقبل الله منه، لان سماع الله يكون للقبول، علامه القبول. وجازاه عليه يعني أعطاه ثواب. وقول المصلي ربنا لك الحمد إذا انتصب قائما، هنا جايبها لك الحمد، وفي رواية ولك الحمد، اللي تنفع الاثنين بالواو وغير واو، والأفضل الواو ولك الحمد، لما فيها زيادة المبنى، وزيادة المبنى ثوابه أعلى. والروايتين وردوا في الصحيح. والتسبيح في الركوع والسجود، في الركوع يقول سبحان ربي العظيم ثلاثا، ده أدنى الكمال، يقول سبحان ربي العظيم ثلاثا. وفي السجود يقول سبحان ربي الأعلى ثلاثا، ده أدنى الكمال يعني ما يقلش عن كده، كويس. طب وأقصى الكمال في الجماعة 11 لو كنت مأموم، في الركعة الأولى تبقى 11، في الركعة الثانية خليهم 9، وفي الثالثة خليهم 7، وفي الرابعة تخليهم 3 أو 5، عشان السنة إنك أنت تكون الركعة الأولى أطول الركعات، والثانية أقصر من الأولى، والثالثة أقصر من الثانية، والرابعة أقصر إيه؟ لأن النبي كان يفعل ذلك، فلا يطيل في الركعات الأخيرة زي ما بيفعل بعض جهلة الأئمة. يجي لك السجود الاخير خالص يطول فيه قوي، قال يعني صعبان عليه هيخلص الصلاه بقى. دي كل ده شغل جهل. النبي صلى الله عليه وسلم كان يطيل في الركعه الاولى اكثر من الثانيه، والثانيه اكثر من الثالثه، والثالثه اكثر من الرابعه، واكثر ركعته الرابعه. كويس؟ فانت ممكن تقسمها بس. بيغير نظم الصلاه النبويه. نظم الصلاة النبوية هي أكمل الصلوات، واخد بالك إزاي؟ فأنت تدعي بعد الصلاة ما يجراش حاجة. نظم الصلاة النبوية أعلى من إن أنا أدعي وأغير نظم الصلاة، واخد بالك؟ لا هو يطول في الأولى، شوف السنة بقى، لا 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 مش الأولى والرابعة، السنة يطول في الأولى عشان الكل يدرك. لا لكن هو للأسف ما بيطولش في الأولى ويطول في الرابعة، فما بيرعيش السنة. هو لو طول في الأولى هيدرك الناس كلها، خدت بالك؟ اه طبعا تقول زي ما انت عايز، في أدعية كتيرة واردة بقى. كان الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لربي الحمد لربي الحمد لربي الحمد يكرره، وكان يقول ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا في ملء السماوات وملء الأرض. في أدعية كثيرة في كتب الأذكار بقى، واخد بالك ازاي؟ زي ما انت عايز تقول أي صيغة حمد تقولها، لكن لا تطيل الرفع من الركوع أكثر من القيام للقراءة، وإلا نظم الصلاة هيتغير، لأن الرفع من الركوع ركن قصير فلا يساوي الطويل، إنما القيام للقراءة ركن طويل، واخد بالك؟ فما تخليش الركن القصير يشبه الركن الطويل. والتسبيح في الركوع وأدنى الكمال التسبيح سبحان ربي العظيم ثلاثة، والتسبيح في السجود أدنى الكمال فيه سبحان ربي الأعلى ثلاثا، والأكمل في تسبيح الركوع والسجود مشهور اللي هو 11 زي ما قلت لك، 11 و9 و7 وكده. ولازم تقولها بالراحة، مش طريقة البسبسة بقى تقوم القطة تبص لك وأنت بتقول إيه؟ كأنك بتنادي على قطة. لا تقولها بالراحة كده سبحان ربي، يعني لو قلتها 3 مرات بالراحة أحسن ما تقولها 10 مرات وأنت ما أدركتش أنت قلت إيه. كويس؟ وبعدين يسن انك انت تقول وبحمدي، لان النبي صلى الله عليه وسلم كان يتأول القرآن فيقول سبحان ربي العظيم وبحمده، سبح بحمد ربك واستغفره، اللهم اغفر لي، يبقى ده الاكمل بقى، تقول سبحان ربي الاعلى وبحمده اللهم اغفر لي، ده في السجود في حال السجود. طب وفي حال الركوع سبحان ربي العظيم وبحمده
ممكن تقول اللهم اغفر لي، وبعض الفقهاء يقول لك لا ما يقولش في الركوع اللهم اغفر لي لان ليس موضع دعاء. ولكن ورد ايضا في سنن ابي داود انه كان يقول في حال الركوع اللهم اغفر لي ردا على هؤلاء الفقهاء. واضح؟ يبقى انت ممكن في حال الركوع تقول سبحان ربي العظيم وبحمده اللهم اغفر، وتكرر كده ثلاثه، وبعدين ترد سجود تقول سبحان ربي الاعلى وبحمده اللهم اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. حلوه جميل، واخد بالك؟ دعيت لنفسك ولاولادك ولامك وابيك وللمؤمنين كلهم. وعارف اللي بيدعي للمؤمنين بياخد حسنات بعدد المؤمنين. شوف بقى عدد المؤمنين دول مليارات بما فيها الامم السابقه وبما فيهم اللي لسه هيتولدوا. فبتقول انت كلمه في لحظه لطيفه الا انها ثوابها كبير جدا. واخد بالك؟ لما تستغفر للمؤمنين والمؤمنات. ووضع اليدين على الفخذين في الجلوس للتشهد الاول والاخير وبين السجدتين برضه. كان حابب اقول وبين السجدتين، انت بتوضع يدك على فخذيك في الجلوس بين السجدتين وعند قراءه التشهد الاوسط وعند قراءه التشهد الاخير. بس اليد اليمنى بتعقدها واليد اليسرى بتحطها مبسوطه الاصابع مضمومه في اتجاه القبله مفتوحه الابهام واطراف الاصابع على الركبه. ايوه حاضر. لسه حاول الصبر جميل. ووضع اليدين على الفخذين في الجلوس للتشهد الاول والاخير، يبسط اليد اليسرى كويس، يبسطها كده بحيث تسامت رؤوسها الركبه، ويقبض اليد اليمنى اي اصابعها الا المسبحه من اليمنى، يفضل مدللها كده ونايمه كده. ويقبضها ازاي؟ موصوف كذا طريقه، ان هو يحط يضم الخنصر والبنصر ويمسك طرف الابهام بطرف الوسطى ويسيب الايه؟ السبابه كده، السبابه بنسميها في اليمنى الموحده كويس؟ وتفضل الموحده كده نايمه لحد ما يقول اشهد ان لا اله الا الله، يروح رافعها ومثبتها مرفوعة لحد ما يسلم. واضح؟ ونظر حال قراءة التشهد إلى مسبحته. يبقى النظر حال القراءة إلى موضع السجود ده عند الشافعية، وحال الركوع إلى قدميك، وحال السجود موضع ما انت ساجد، وحال قراءة التشهد إلى مسبحته. دي مواضع النظر في الصلاة. عند المالكية النظر أمامك مش لموضع السجود، قال لأن هذا يخل بقيام الرقبة، لأن الرقبة مطلوب أنها تبقى قائمة أيضا، لأن قايلين القيام مع القدرة، فلو نظرت موضع السجود هتبقى موطي كده. لكن الشافعية بيقول لك لا، ما هو مش هيوطي برقبته، ده بينظر بعينه وليس برقبته، بيردوا على المالكية. المالكية قالوا النظر للمواجهة في حال القيام وليس إلى موضع السجود مخافة أن يخل بحال القيام بتاع الرقبة. واضح؟ الشافعي قالوا لا، ينظر إلى موضع السجود بطرفه لا برقبته، واخد بالك؟ وهذا لا يخل. فدي تفاصيل في المذاهب يعني. يبقى المالكية عندهم يحرك الايه؟ السبابة طول ما بيقرا التشهد لحد ما يسلم. المالكية اختاروا التحريك، الشافعي اختاروا التثبيت، لأن قالوا إن الحركة ضد الخشوع في الصلاة. واضح؟ ولو حرك مكروه عند الشافعي، لو حرك مكروه عند الشافعي، والصلاة صحيحة. ويشير بسبابة اليمنى، ما يشيرش باليمنى واليسرى، يشير باليمنى بس. المالكية يحركوها، لكن الشافعية لا، الشافعية يرفعوها عند قولي أشهد أن لا إله إلا الله، يرفعها ويثبتها لحد ما يسلم. واضح؟ فإنه يشير بها رافعا لها حال كونه متشهدا. في طريقة تانية للقبض برضه رواها الإمام ابن ماجه في سننه، إنه يضع طرف الإبهام عند وسط المسبحة الوسط، كويس كده، يبقى كده في العقلة الوسطانية يعني، ودول مقبوضين كده.
وفي الطريقة تانية يبقوا الطرفين كده، الاثنين واردين عند النبي، اللي تختاره يمشي كويس. متشهدا فإنه يشير بها رافعا لها حالة كونية متشهدا، وذلك عند قول إلا الله، ولا يحركها، فإن حركها كره ولا تبطل صلاته. في الأصح مقابل الأصح تبطل إن زاد عن ثلاث حركات متتاليات، مقابل الأصح عند الشافعية تبطل إن زاد عن ثلاث حركات متتاليات، لأن أقصى حاجة ثلاث حركات متتالية، فما زاد عن ذلك تبقى حركات خارجة عن الصلاة والخشوع فتبطلها، ولكن الراجح أنها لا تبطل في الأصح حتى ولو حركها طول زي الملكية. والافتراش في جميع الجلسات الواقعة في الصلاة كجلوس الاستراحة، جلوس الاستراحة اللي هو الجلوس بعد الركعة بعد السجدة الثانية قبل ما يقف للإيه للثانية، وبعد السجدة الثانية قبل ما يقف للرابعة، ده اسمه جلوس استراحة. الشافعية عندهم سنة جلوس الاستراحة، والمالكية قالوا إن النبي فعله لما كبر، فليست هو سنة ولكنها هي عادة لما كبر يستريح. الشافعية خدوا آخر مكان عليه النبي هو الكمال، فيبقى جلسة الاستراحة عند الشافعية سنة للشاب وللعجوز كله يجلس استراحة. وحال جلوس الاستراحة يفترش رجله اليمنى زي نفس وضعه وهو بيقرأ التشهد الأوسط. وذكر جلوس الاستراحة ايه؟ الصمت. الصمت لا ذكر فيه. واضح؟ الصمت. ذكر جلوس الاستراحة الصمت. وبعدين يكبر لما يقف. واضح؟ وحد خد بالك، افرض ان هو جلس جلسة الاستراحة ظنا منها انها الركعة الثانية فقعد يقرأ التشهد، أو ظنا منه أنها الركعة الأخيرة فقعد يقرأ التشهد، وبعدين تذكر فقام يجيب الركعة، هل عليه سجود سهو أم لا؟ ينظر إن كان جلسته للاستراحة طالت إلى حد نصف التشهد عليه سجود سهو، إن كانت أقل من نصف التشهد لا سجود سهو عليه لأنها وافقت جلسة الاستراحة. فهمت؟ تفريعة دي تفريعة مهمة تاخد بالك منها، دي بتجدها في حواشي الحواشي. ام لا، لو جلس الاستراحة وكبر وهو هيجلس استراحة هيخلي المأمومين يسبقوه، هيقفوا هما وهو قاعد يستريح ساعات تلبيه الامام، فكده يعمل مشكلة. ام لو انت هتجلس استراحة يبقى مش هتكبر، ترفع وتقعد لحظة وتكبر لما تقف، مراعاة للمأموم ألا يسبق الإمام. واضح؟ هو لما الإمام مالكش دعوة بيه بقى، أنت مش شرط تتابعه، هو الإمام قال الله أكبر وقف، أنت سمعت كده تروح، أنت تروح قاعد لحظة وبعدين تروح واقف وقال الله أكبر وتدرك الإمام، فأنت كل أعمالك خلف الإمام، فهو لو قعد لحظة أنت هتتابعه بعدها بلحظة، هي نفس الحكاية. لا ما تسألوش جلس الاستراحة ولا ما جلست، انت مالكش دعوة، انت تجلسها وخلاص. خدت بالك؟ نصيحة بقى من شافعي مجرد لوانا، يعني في بعض الأئمة بيتسرعوا في قراءة الفتحة جدا، درجة انك انت لو جلست الاستراحة وقفت مش هتدرك قراءة الفتحة معاك، يبقى ما تسجدش ما تقعدش جلسة الاستراحة خلف الإمام ده، لأن أنت عندك الفاتحة ركن وجلسة الاستراحة دي سنة من الهيئات. فهمت؟ فأنا ما ضيعش ركن، ومتابعة الإمام ركن، واخد بالك؟ متابعة الإمام ضرورة، يبقى ما ضيعش أنا الحاجات دي كلها وأجلس الاستراحة، يبقى أنا أكون خبير بالإمام اللي أنا بصلي خلفه. يعني أنا في واحد بصلي خلفه أنا أعرفه في سيدنا الحسين اسمه الشيخ فتحي، ده انا لو خدت نفسي وانا بقرا الفاتحه يبقى ان شاء الله مش هدركه الا في السجود مش في الركوع كمان. ده بيقرا الفاتحه ما تفهمش ازاي مع بلعة ريقه خلص الفاتحه، ده انا عارفه كده اسمه الشيخ فتحي، هو بيقراها حلو بس هو ربنا وهبه بسرعه، فده اول ما بصلي انا خلف الشيخ فتحي اروح واخد نفس عميق واطلع الفاتحه كلها في نفس واحد، والا لو قلتها في نفسين خلاص
هيسبقني يا شيخ فتحي. فانت يبقى عندك خبره بالامام اللي انت بتصلي خلفه. طبعا خلف الشيخ فتحي ده ما فيش جلوس استراحه بقى، استراحه ايه؟ ده انت يا دوب عليه على طول عشان تلحق الشيخ فتحي. فهمت؟ وامثاله يعني. لو حصلتش تكمل الفتحه تكملها بشرط انك انت تلحقه قبل ما يهوي للسجود. بمعنى هو ركع وانا في نص الفتحه، اكمل انا الفتحه بحيث ان انا اخلصها واركع واقول سمع الله لمن حمده قبل ما يهوي هو للسجود. واضح؟ فهم؟ لكن لو حسيت ان هو هيهوي للسجود وانا لسه في الفتحه اسيبها واتابع الامام والركعه دي ما اتحسبتش. ولما يسلم اقوم انا اجيب ركعه. واضح؟ ما احنا المسألة دي قلناها، المسبوق لو دخل خلف الإمام وهو بيقرأ سورة يقرأ الفاتحة ولا ينشغل بإيه؟ بدعاء التوجه. فإن قرأ جزء من الفاتحة ثم سجد يبقى غير مقصر، يقطع الفاتحة ويتابع الإمام. لكن إمتى يبقى مقصر؟ لو هو دخل وراه مسبوق وانشغل بدعاء التوجه ولم يدرك قراءة الفتحة، يبقى عليه ان يعيد الصلاة الركعة دي. واضح؟ دي قلناها في الأول. يبقى الافتراش في جميع الجلسات. يعني إيه الافتراش؟ يعني بيتني رجله اليسرى يقعد عليها ورجله اليمنى تفضل على هيئتها وهو ساجد. يفترش اليسرى يعني يقعد عليها، يتني اليسرى كده ويقعد عليها، اسمه افترشة. لكن في جلسة تانية اسمها التورك، بيمد رجله اليسرى قدام شوية عشان يقعد على وركه. دي في التشهد الأخير الذي يعقبه تسليم، ما لم يكن عليه سجود سهو أو هيجمع صلاة بعدها يبقى يفترش أيضا. حتى الدقيقة بتفوت عليكم، تاخد بالك منها. يعني التورك اللي هو الجلسة على وركه عند قراءة التشهد الأخير الذي يعقبه تسليم، إلا متى لا يتورك في التشهد الأخير الذي يعقبه تسليم؟ إن كان عليه سجود سهو يبقى هيفترش برضه. واضح؟ أو هيجمع صلاة بعد هذه الفريضة، بيجمع الظهر والعصر مع بعضهم. فبعد ما هيسلم من هنا هيقوم يجيب الركع الفرد الثاني. يبقى ساعتها يفترش في الصلاة الأولى ويتورك في الصلاة الثانية. واضح؟ فهمت المسألة؟ ها؟ ما هو مش هيعقبه تسليم، هيفترش. احنا بنقول التورك في التشهد الذي يعقبه تسليم، المسبوق مش هيسلم يبقى مالوش تورك، هيقعد مفترش يقرا التشهد عشان الامام ما هيسلم هيوقف. فهمت؟ في اي صلاه، في اي صلاه في نهايتها يعقبه تسليم تتورك. طبعا في مذاهب ثانيه فيها تفاصيل. عند الاحناف ما عندهمش تورك خالص، عندهم الإقعاء وعندهم الافتراش بس، عندهم جلستين بس الأحناف في الصلاة. جلسة الإقعاء يعني على أطراف أصابع قدمه ويجلس كده على عقبيه، وده عند التشهد الأوسط وبين السجدتين، ده الأحناف. والافتراش عند قراءة التشهد الأوسط أو الأخير، ما عندهمش تورك خالص. المالكية ما عندهمش افتراش خالص، تورك بس في كل الجلسات. واضح؟ الشافعية قالوا إن الافتراش في كل الجلسات ما عدا الجلسة الأخيرة التي يعقبها تسليم. والحنابلة قالوا في الرباعية أو ما زاد عن سنتين. إنما لو صلاة ثنائية زي الصبح والجمعة فلا تورك فيها. واضح؟ فهمت بقى التفصيل المزاد؟ أوعى تتلخبط. ها؟ في التراويح علشان هتجيب دي ورا دي، انت بتصلي اثنين وتجيب اثنين وتروح تعمل ترويح بعد كل اربعه، يبقى في الركعتين التانيين اللي بعدهم ترويحه تتورك، والركعتين الاولانيين اللي هتجيب بعدهم ركعتين وتسلم ما تتوركش في التراويح. سهله؟ مفيش جلسه استراحه عند الرفع من سجود التلاوه. مفيش جلسه استراحه عند الرفع من سجود التلاوة. سجدة التلاوة بتقوم على طول، مفيش جلسة استراحة. واضح؟ أيوة. إيه تاني؟
ده اليمنى زي ما هي اليمنى، انما اليسرى هي اللي بيبقى ايه ظهرها على الارض وبتجلس كده على باطنها، ده اسمه افتراش، عشان كده افتراش اليسرى. واضح؟ اليمنى تقصد بتتكلم على اليمنى؟ لا، اليمنى تفضل منصوبه كده والصوابع في اتجاه القبله زي وانت ساجد بالظبط، ما تغيرش موضعها. مريض بقى خلاص ان شاء الله يقعد يحط رجل على رجل بقى، ده مريض. احنا بنتكلم على انسان مش مريض. المريض ليس عليه حرج، يقعد القعده اللي تريحه. ايوه. خلاص يخلي رجليه زي موضعه وهو ساجد، وانت ساجد بتعمل ايه؟ بتخلي باطن الاصابع بقيت مش قادر، يبقى انت من اهل الاعذار، ما انت مش قادر يبقى من اهل الاعذار، ولا هقول لك بطل صلاه؟ هقول لك صلي حسب ما تستطيع. كويس؟ بس، لكن احنا بنتكلم المستطيع اللي هو مفصله مطوعاه يعمل ايه؟ دي الهيئه الكامله اللي النبي صلى الله عليه وسلم كان بيعملها، والنبي كان في بدنه صحيح ومفصله صحيحه سليم. ايه المريض ليس عليه حرج، معلش ما يجراش حاجه. ده مريض بقى صباع واوا مدوحس اي حاجه، معلش ما يجراش حاجه. خد بالك؟ ايوه. مفصله عنده نقرس. ما هو التشهد الاخير قلنا بيتورك، والتشهد الاوسط بيفترش. ومتى لا يتورك في الاخير؟ لو كان عليه سجود سهو او هيجيب صلاه بعديه جمع. هنعيد تاني. لان التاني ما التاني مش رياضي، ما بقاش رياضي، يجي يتورك يروح واقع كده، لان الناس ما بتلعبش رياضه طول النهار قاعدين على المكاتب كده لما اسدت يلعبوا رياضه. خلاص لو هتاذي اللي جنبك ما تتوركش، ما تتوركش عليه يعني. ايوه. تتورك على وركك انت، انما ما تتوركش على اللي جنبك، هيزعل منك. لو انت عارف ان التورك بيخليك تسند على اللي جنبك ما تعملهاش، لان ايذاء المسلم حرام والتورك سنه، فما اعملش السنه واعمل حرام عشانها. لازم اوزن، اعرف مراتب الاحكام. فهمتني؟ يعني لو اداء السنه دي هيؤدي الى ان انا اذي اللي جنبي، طب ايذاء المسلم ده من الكبائر. والتورك سنه، لو اسيب السنه وما اعملش كبير احسن. واضح؟ فدي ما يجراش حاجه. والافتراش في جميع الجلسات الواقعه في الصلاه كجلوس الاستراحه والجلوس بين السجدتين وجلوس التشهد الاول. والافتراش ان يجلس الشخص على كعب اليسرى جاعلا ظهرها للارض، وينصب قدمه اليمنى ويضع بالارض اطراف اصابعه لجهه القبله. والتورك في الجلسه الاخيره من جلسات الصلاه وهي جلوس التشهد الاخير، والتورك مثل الافتراش، الا ان المصلي يخرج يساره على هيئتها في الافتراش من جهه يمينه ويلصق وركه بالارض. اما المسبوق والساهي فيفترشان ولا يتوركان. نزيد عليها: وكذلك من أراد جمع فريضة أخرى مع الأولى. دي تزود. بعد كده والتسليمة الثانية، دي سنة معروفة، لأن أنت خرجت من الصلاة بالتسليمة الأولى، التسليمة الثانية دي سنة من الهيئات. التسليمة الثانية، وأما الأولى فسبق أنها من أركان الصلاة. لو اكتفيت بتسليمة واحدة تسلم في المواجهة، هتقول السلام عليكم ورحمة الله في المواجهة كده، لو هتكتفي بتسليمة واحدة. لكن لو التفت لليمين يبقى تجيب يسرى. واضح؟ والمرأة تخلف الرجل في خمسة أشياء، نقولها المرة الجاية. دي نقطة مهمة، لأن في ستات بتصلي صلاة رجالي، بشوفهم كده وكده غلط. لازم الست تعرف إن تخلف الرجل في خمسة أشياء في الصلاة، نقولها المرة الجاية إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله.